على سكينة فالة أصلا مميز يجي قياسات بيه عتلة تضغطها منها يكبر بعد قد يعني يصير قياس يعني 42 43 44 45 كل شيء يلبس هذا يجي أربع تايرات جلاكين أصلي تقول لي هذا مال سرعة أقول لك لا تقول لي مال قفز أقول لك لا هذا استعراض بس تمشي بيه عدل استعراض حركاته بسيطة سرعته حلوة بس مال سباقات وكذا لا مال حركات وكونز لا حركاته طبعا كلش حلوة رباعية تكرجي كذا هاي المواضيع شي راقي تقدر تستعرض بيه لبسك وهذا هذا بقى منه قطعتين شباب نفس الموضوع يكبر ويصغر باله أصلي تيارات يختلف عن ذاك هذه يعني مال استعراض فشي كلش راقي وحلو استعراض ماشي سرعة حلوة بي حركاته حلوة تخص يعني شلون نقول الرباعي الحركات مالته تكرجي المسطرة هاي الشغلات هاي كلها بي تقدر تقول عليه استعراض فقط مثلا شي حلو أصلي هذا سعره 50 بقى آخر قطعتين يا غالي وأنا بخدمتكم.